صباح الخير أماني، وأهلا بكم مشاهدينا في موجز لأهم الأنباء. أفاد مركز السرايا الجناح العالمي لمجلس شورى ثوار بنغازي بشأن الطيران الأجنبي غارتين جويتين على منطقة الصبري. الجناح العالمي للمجلس قال إن غارتين جويتين استهدفتا المنطقة دون تحديد حجم الإصابة، مضيفا أن الطيران الداعم لميليشيات الكرامة استهدف في وقت سابق منطقة أبو صنيب. هذا ويكثف الطيران الأجنبي غاراته الجوية على مناطق بنغازي، حيث يستهدف بشكل دوري مناطق داخل المدينة. أكدت رابطة أهالي بنغازي المهجرين بأن كل ما أدلى به وزير الدفاع المفوض بالحكومة المقترحة المهدي البرغثي سبق ذكره والتحذير منه في السابق. رابطة أهالي بنغازي وفي بيان لها أضافت بأنه كان ينبغي على الوزير المفوض أن يعلن مسؤوليته عما حدث في بنغازي، وكما أشار إلى أن تصريحات البرغثي وبيانات الجيش والثوار السابقة بشأن عملية الكرامة تستدعي تحرك الجميع للإسراع في تسليمه إلى محكمة الجنايات الدولية بعد تطبق الأدلة من جهات حقوقية ورسمية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. أفاد مصدر للنبأ من مدينة درنة بتوقف الاشتباكات في محور مرتوبة، مشيرا إلى أن هدوءا يسود المنطقة. المصدر قال إن ما تعرف بعمليات المختار أعلنت منطقة الفتايح منطقة عسكرية، هذا وكانت اشتباكات قد استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بالقرب من حرم جامعة الفتايح دون وقوع أي خسائر بشرية. قال المبعوث الأمريكي الخاص لقوات التحالف لمواجهة تنظيم الدولة بريت ماكجورك أن تنظيم الدولة هزم في مدينة سرت، وأن مسألة القضاء على التنظيم بالكامل أصبحت مسألة وقت فقط. وأكد المبعوث الأمريكي الخاص خلال مؤتمر صحفي في سفارة بلاده في عمان أنه قد تم تقريبا القضاء على تنظيم الدولة في مدينة سرت، مشيرا إلى أنهم يتحصنون في رقعة جغرافية ضيقة بالمدينة والتي تعتبر آخر معقل للجماعة. ختام الموجز، إلى اللقاء.